من لاعبين كامل وشجره في كاس افريقيا. واش جراوي جوار في لاكام يعني اليوم هادو لي سوبورتور عاودوا خلفوها وما ثاني جراو يعني ما با فاسيل يعني تجري انت مطار والد المدينه حتى لهنا. مي قلت لك هذيك لا جوا هذيك ولونغومون هذا كان يجري بلا ما يحس بالتعب، كيما الجوار يعني لعب لاكام كاع هو يتعب وما حس على جانب الشعب هذا يعني باش يهدي الشعب هذا الكاس هذا. إذا الآن الحافلة شاهدوا معنا مشاهدينا دخول الحافلة إلى قصر الشعب وسط تعزيزات أمنية. طبعا نذكر أن الصور هي للتلفزيون الجزائري. حافلة المنتخب الوطني أبطال الجزائر أصحاب النجمة الثانية بعد 29 سنة مشكورون جدا. كنتم محاربين، كنتم أبطال، كنتم في المستوى، كنتم أنتم النجوم، أهديتم الجزائر النجمة الثانية، أهديتموها النجمة الثانية وفي أي شهر؟ في شهر الاستقلال. الآن في شهر الاستقلال أنتم تهدون الجزائر نجمة بعد 29 سنة. الحافلة الآن تدخل قصر الشعب. طبعا مشكورون 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 على كل ما قدمتموه. تستاهلوا، خلوني أقولها بعباراتنا يعني، تستاهلوا كل مش رايحين يديروا لكم، تستاهلوا التصفيق، تستاهلوا هذا المناصرين، تستاهلوا أنكم تكونوا في القمة، تستاهلوا أنكم تبقوا في القمة وتكونوا في القمة. أنا أقول الميريت دات خالجيريان باسكو غير لي زالجيريان يديروها يعني بهذيك الحرارة وهذيك الموفي وهذيك لا غرينطا وهذيك. وكي قلت لك من قبيلة حنا أنا بوغ موا سي دي كيري يعني لي 23 هادو سي دي كيري باسكو واش داروا البارح ولا توتو لون دو لاكار يعني راح يبقى في التاريخ، هادو دخلوا في التاريخ يعني بريميرمون باسكو زادوا النجمة الثانية وثانيا يعني خرجوا الشعب الجزائري يعني يحتفل ودخلوا البسمة ودخلوا الفرحة لكل بيت تاع الجزائري. نشوفوا تأهلاتنا أو تتويجاتنا لما